بالبصره اللي هي الزبيدي والنويبي والهامور والشانق. كل نوع له طبخه خاصه. اليوم احنا ويا شيف حيدر راح نعرف طبختنا الخاصه بالشانق. شيف حيدر، سولف لي على الشانق، شنو موضوعه وشلون تشتغلوه وشلون تتبلوه واكثر شيء شنو مرغوب عندكم؟ والله يا استاذ بالنسبه للشانق نشتغله تصديف وصيد اليوم. نعم. بالنسبه ارغب شيء انه عندنا الشانق الغوزي الزبيدي النويبي. حلو، يعني اكثر الزبائن اللي يجون عندك هم يطلبون الشانق والزبيدي؟ يطلبون شانق وزبيدي. ليش؟ شنو الطعم بيختلف؟ رغبته للزبون بالنسبه للشانق والنويبي. انا اعرف يمكن هو السلي ما بي، بس السنسوري يمكن. السنسوري ان شاء الله. زين، عندكم احجام تبيعون بها؟ لو حجم عدنا. واحد لا حجم عندنا احجام صغير كبير. اكبر حجم ايش قد يجيكم الشانق؟ يجي لنا كيلو وين، كيلو ونص، نص كيلو. اكو اكبر؟ اكو اكبر. انا اعرف بس الهامور هو اللي دائما لا يجي. اكو النويبي بالاحجام الزبادي يجي نص كيلو، الشانق يجي ما تكبر هاي نص كيلو خلاص. ما هي حتى 600 غرام تجي 600 700 750 تجي. والنويبي؟ النويبي هم كذلك يجي وزنه هيك. ها حلو. والشانق كذلك؟ الشانق كذلك هم. زين، انتم تشتغلوا اكثر شيء بالبصره هنا مرغوب عندك؟ مرغوب مقلي شي... مقلي لو مغلي اكثر شيء العالم تحبه. اكو طريقه بالبصره تشتغلوها هنا؟ انا عربيه يخلون التمرين والبصل والطماطه وشو شوي هيك، لو قبل مقلي والله استاذ قبل مقلي احسن، حلو شويه لها طعم. ها يعني كل البصره يعني كل سمكه نقول تختص بشيء. هي الهامور تختص نقول بالمجبوس. بالمجبوس صحيح. الشانق تختص بالمغليات. اي نعم. هسه تقدر تشتغل الشانق؟ لو اشتغل لك الشانق هنشوف. الأجواء حلوة، أنت قاعد على شط العرب وتاكل سمك بحري، والسمك شنو؟ هو الشانق المقلي. انظوك اني ضايقه بس احكي لكم على مواصفات الشانق. الشانق طبعا هو بطبيعته قليل السلي او قليل العظم، بس يجي السنسول مالته، وهذا الحلو به هو يعني اكثر العوائل البصريه تحب نوع هذا السمك بعد الزبيدي والهامور. سنبدين انظوك وشون جو هو، صوت السفن وصوت البحر. يعني هو سمك ما اعرف اقول لكم على طعمه شنو، الطعم فوق الخيالي وبالاخص بحري. احنا اهم من كل شيء هي الاجواء اللي قاعدين بيها. وحلو انت تاكل سمك فريش. عاشت ايديهم، الاكل روعه.